الحكومة حاليا هو جزء من عملية المقاومة، جزء من دورها في عملية المقاومة، لأن العراق كبلد الآن مستقل لا يملك لا مقومات دفاع جوي واضحة وقادرة على صد أي عدوان صهيوني عليه، ولا يملك أيضا قوات ردع صاروخية لتحقيق توازن رادع مع الكيان الصهيوني في حالة توجهه إلى ضرب العراق. العراق يشبه عسكريا يشبه تماما الوضع في سوريا. لذلك أعتقد أن ما تفعله الحكومة العراقية يندرج ضمن مخطط واضح من محور المقاومة للحفاظ على الحكومة العراقية، للحفاظ على العراق كممر للسلاح أولا ولانتقال القدرات التسليحية من إيران إلى لبنان من جهة، ومن جهة ثانية تبقى الحكومة ممرا كبيرا ومصدرا كبيرا للمساعدات الإنسانية والاقتصادية إلى محور المقاومة إلى المقاتلين في لبنان تحديدا. فبالتالي هذا القرار صعب جدا، وهو يأتي ضمن فهم واضح لقدرات العراق، وضمن فهم واضح لإمكانيات العراق في هذا الصراع. هذا الصراع لا يمكن للعراق أن يكون له دور في الاشتراك العسكري. أولا الصواريخ والمسيرات التي أرسلت من المقاومة لم تكن لها تأثير وصدى كبير ولن تغير في الموازين، لكن في حالة حدوث ضربة صهيونية على العراق أعتقد ستؤدي إلى شلل اقتصادي كبير، وستؤدي إلى تبعات سياسية واجتماعية قد ينهار معها النظام السياسي في العراق بشكل تدريجي. لذلك اختار محور المقاومة أن يكون دور العراق مشابه للدور السوري في أن يكون ممرا ومساعدا لعمليات المقاومة، لكن مساعدة بعيدة عن الوجه العسكري بالاشتراك المباشر. وأنا أختلف مع ضيفك الأستاذ هشام عندما يقول أننا في هذه الحرب لا ناقة لنا ولا جهة ولا جمل. بالعكس، هذه الحرب هي حرب إسلامية وحرب عقائدية وحرب عربية. يعني من الناحية العربية الكيان الصهيوني يهاجم العرب في فلسطين وفي لبنان، ومن الناحية العقائدية لدينا مشترك مع جنوب لبنان في هذه المقاومة. لذلك نحن لدينا مشتركات كبيرة في هذه الحرب، ويجب أن نساهم، لكن يجب أن نساهم. ويبقى أيضا القرار بيد